بسم الله الرحمن الرحيم، احنا بدنا نحاول نسجل الآن عدد من الاستعلامات البسيطة اللي راح نطبقها على قاعدة النورث ويند. السؤال الأول، ممكن نحكي انشئ استعلام يقوم باسترجاع بيانات الزبائن الذين يحتوي عنوانهم على رقم 57. يعني أنا بدي أكون فاهم قاعدة البيانات. الزبائن عندي الكاستمرز، خلينا نستعرض كل الكاستمرز هنا، كل البيانات تبعتهم في البداية. هاي عندي اللي هو العنوان، لاحظوا هنا في عندي رقم 57 هنا، وفي هذا رقم 57 رقم الشارع مثلا، تمام. فأنا لما حكيت كل الزبائن، يعني أنشئ استعلام يقوم باسترجاع بيانات الزبائن، يعني هذه البيانات إيش مالها؟ أنا ما حددت حقل معين أو عمود معين، فبالتالي إيش بدي أسوي أنا؟ بدي أستخدم النجمة اللي هي كل الحقول. إذا select all from، وممكن نحدد اللي هو جدول مين الكاستمرز. الشرط هنا عاد البسيط، وير الحقل تبعنا اسمه ادرس، هيو هذا وير ادرس. اذا انا ممكن اجيب الادرس اسحبه هنا واحطه. لما بنحكي يحتوي معناته بدنا نستخدم لايك، ونستخدم اللي هي البيرسنت هذه 5 7% ونسكر. الشكل هذا خلينا نشوف الاستعلام تبعنا، جاب لي فعلا 2، هاي العنوان تبعهم فيه يحتوي او ينتهي هنا برقم 57. هذا الاستعلام الاول. من البداية لازم اكون انا كاتب يوز نورث وين حتى اضمن انه الاستعلام تبعي ما واجهنيش مشكلة، تمام. هاي جو. خلينا نعمل الاستعلام الثاني. الاستعلام الثاني، انشئ استعلام يقوم باسترجاع اسم الشركة واسم شخص الاتصال من جدول الزبائن الذين لديهم فاكس. لاحظ هنا نفس الشيء، هاي الزبائن لو اجينا استعرضنا البيانات اللي عندهم، لاحظ في هذا فاكس، يعني الفاكس ايش ماله؟ مش فاضي. لكن لو انا يعني شيكت على البيانات كلها، حاجد انه بعض الزبائن ما عندهم فاكس. تعال شوف هنا الفاكس، هنا هيو في بعضهم ايش ماله؟ فاضي نل. الحالة هذه انا بدي ابدأ اظبط الموضوع، انه انا بدي اللي هو اسم الشركة واسم شخص الاتصال بس. اذا اسم الشركة company name والcontact name وفقط. ايش الشرط هنا؟ انه الفاكس مش فاضي، يعني مليان. ممكن اكتب هنا where fax is not null. بنكتبش equal او not equal null. null بالذات بدها نستخدم مع كلمة is، تمام؟ is not null. خلينا نجرب نشوف مين الناس اللي بدنا نشتغل معاهم عندهم فاكسات. هاي نسلكت، هاي اكسكيوت. طيب اذا اتاكد انه عنده الفاكس موجود ولا مش موجود، ممكن احط حقل هنا واشوف فاكس، وهاي اكسكيوت كمان مرة. لاحظوا كل الفاكسات هنا ايش مالها؟ موجودة مش فاضية، تمام؟ اوكي. اذا هي هذا الاستعلام الثاني، هي كنترول اكس. ممكن احطهم كلهم في نفس مين الملف. السؤال الثالث، انشئ استعلام يقوم باسترجاع رقم الطلبية والكمية والسعر وإجمالي المبلغ المحتسب، اللي هو إجمالي المبلغ كحقل محتسب للمنتج الذي رقمه أقل من 6 في جدول تفاصيل الطلبية. تعال نشوف جدول تفاصيل الطلبية اللي هو الأوردر ديتيلز، نستعرض كل البيانات تبعته حتى نفهم قاعدة البيانات. هذا هو البرودكت، المنتج تبعنا. في عندك اللي هو سعر الوحدة، وفي عندك الكمية. انا ما ذكرت الديسكاونت، ما دورت عليه.
لكن انا بدي اجمع، بدي اضرب هذا ضرب هذا عشان اطلع الحقن المحتسب اللي اسمه اجمالي المبلغ. تمام، البرودكت، تمام، هاي البرودكت اي دي رقم المنتج. يعني لو كتبت هنا اوردر باي عشان اشوف في عندي اقل من 6 ولا لا، برودكت اي دي ايش ترتيبه هنا؟ هذا رقم واحد، هذا رقم مين؟ 2. اذا اوردر باي 2 هيك حيرتب لي اياه ترتيب تصاعد عشان اشوف النتائج. هاي في عنده منتجات، منتج رقم واحد، تمام، وفي عندي منتج رقم 2 ومنتج رقم 3 ومنتج رقم 4. السؤال كان في جدول تفاصيل طبيعي اللي رقمه اقل من 6. اذا انا خليني اعدل على الاستعلام هذا، ايش طلبت انا؟ رقم الطلبية. اذا هنا هاي الاوردر اي دي موجود عندي، الكمية، هاي الكمية موجودة الكوانتيتي هذه، وفي عندي السعر اليونيت برايس. طلبت حق المحتسب انا هنا، فبامكاني اجي هنا او اكتب الحق المحتسب عبارة عن معادلة اللي هي اليونيت برايس، بدها فاصلة، ضرب اللي هو الكوانتيتي، بيلزم هنا ايش؟ نحط فاصلة. وممكن نعطيه اسم هنا as total، مثلا raw، total raw. طالما اني كتبتها كلمتين بدي احطها داخل single او double quotation، خلينا نشوف ايش اللي بيمشي معنا. هي double quotation، صار العنوان total raw. الذي رقمه اقل، رقم مين؟ المنتج. اذا هنا ايش بدي اعمل؟ where الحقل تبعي product id اقل من 6، ننفذ الاستعلام، جاب لي التوتال رو هنا، ضرب 8 في 30، unit price في quantity 8 ضرب 30، طلعت عنده 240 بالدولار طبعا هنا او بالقيمة اللي بدنا اياها. المنتج نفسه البرودكت اي دي ممكن اعرضه الان بس للاطمئنان، هاي فاصلة حتى اشوف انه فعلا كلهم اقل، فعلا كلهم اقل من مين؟ من 6. اذا هذا ما بدي اظهره في الاستعلام، لكن انا بدي استفيد منه في الشرط. هاي ديليت، ناخذ هذا الاستعلام، هاي كنترول اكس، ممكن نيجي هنا نكتب جو او فاصلة منقوطة ونفسه. هيك انا صار عندي ملف سكريبت فايل بدك تنفذ لي عليه كل الاوامر. هايهم لو نفذتهم مرة واحدة كلهم، هاي اول استعلام، هاي ثاني استعلام، وهي ثالث استعلام. الان هذا الملف بحفظه يا شباب، هاي سيف، بحفظ الملف تبعي هذا مثلا حل تمارين الاستعلامات البسيطة، بدي احفظه مثلا على سطح المكتب، احفظ لي اياه بامتداد ملف مين؟ اس كيو ال، هاي سيف. لاحقا لو بدي اجي اشوفه ونفذه انا ببساطة بعمل اوبن له، هاي ملف اوبن على سطح المكتب، اجد اللي هو الملف هذا، هي موجود دغري على السريع اكسكيوت، راح يتنفذ عندي. هذا الملف اللي انا بدي اسلمه للي هو الاجابه على الامتحان. السلام عليكم.